تعلق بالألوان والريشة منذ صغره، وقع نظره على الراية الوطنية ذات يوم من شهر مارس 1962، وضع ألوانها على كراسه معتقدا أنه سينال بذلك الثناء ككل مرة، بدل الضرب والطرد والإهانة التي لا تزال عالقة آثارها بمخيلته. عن الفنان محمد جرديني بن العين الصفراء بن عامة نتحدث. 19 مارس 62 كان لندي، يعني عارف هي داك الديكور تاع العالم الجزائر بور لا بروميير فوا شفته قعد في راسي. لا بريميدي كان كورديسا، هذاك بالمي هذاك الفرنساوي صور نابوليون ورافد علم فرنسا، وانا قاعد حدي صورت نابوليون ورافد علم الجزائر. با دو فيل في مره بغيت في لافيجري يكونفوكوني البيرو نتاعه يوريني كاي ديسا، يقول لي انت رسمت هذا؟ واه واه انا رسمته مون بار، نحسب انا باش بور اتري كومبونسي لخاطر موالف يريكومبونسيني على الديسان تاعي. مي هذه كلمه واه كيما هاك يبدل يدي يلويها لي ويعطيني يعطيني بوني العين، غاطني كبيرة حاجة. واه ما واه صاي واه ورونفوايد ليكول. جرديني محمد ابن قطاع الصحة سخر ريشته للتوعية والترويج السياحي، ولم يخلو مكان عمله من جداريات لا تزال شاهدة على إبداعه إلى يومنا هذا. في القطاع الصحي كنت ندير بزاف اللوحات والكاريكاتير. لا يتصور محمد جرديني نفسه دون ألوان ولا ريشة، دون أن يحدد موعدا لمداعبتها. خطرة ثلاثة نتاع الصباح الدنيا تكون راكدة الصمت، يعني ما كانش حاجة تسمعها، ونبدأ نرسم. محمد جرديني بصمة وإمضاء في فضاء الفن والإبداع، له أثره بحيه مجتمعه ومدينته، وإن فضل العمل بعيدا عن الأضواء.